هلا رح ننتقل لمقابلتنا مع الممثلة التونسية دارين حداد يلي كانت متواجدة من أيام قليلة بلبنان. وطبعا برنامج من بيروت التقاها لدارين، وأول سؤال بدل لذهننا نسألها إياه، شو يلي جذبها للمشاركة بالبيئة الشامية وتحديدا بسوق الحرير؟ أولا أنا كانت بتتعرض على ام بي سي العراق صح؟ فكنت بحب أتفرج على سوق الحرير في المحطة بتاع ام بي سي العراق، عشان قبل ما يجي بيقولوا هسه سوق الحرير هسه، فكنت مستنيه الحركه. يعني دي الحركه اللي انا بفتكرها، بحب بعشق اللغه دي جدا. وطبعا انا يعني انا من متابعين السياسه في العراق، من عشاق السياسه في العراق من زمان يعني. سو ما اعرفش الموضوع ده، يمكن انا مش كويس انه الفنان يتدخل نفسه في السياسه او في الكوره وكده، بس انا للاسف شديد انا مش بدخل نفسي، بس بقول حاجه انا عايشاها وبحبها. هي صراحه كانت كمفاجاه، انا ما كنتش عارفه حاجه، ما كنتش على علم بيها. حصل قبليها ان انا كنت في بروجرام، انا قدمت بروجرام الله يرحمه سمير غانم، وكان على البلاتفورم نزل. وبعدها يعني انا العالم تعرفت عليهم في الوقت ده، الاخراج وكده، وبعدين كلموني سوق الحرير على طول. فكانت تجربه حلوه بالنسبه لي جدا، يعني انا حبيتها بصراحه. واكيد سالناها لدارين اذا تعرضت لهجوم خلال مشاركتها باعمال دراميه غير تونسيه، بخاصة انه معقول يكون في ممثلين ما يتقبلوا انه يجي ممثل من جنسيه تاني ياخذ محله. بتعيشي معهم بطريقتك مش بطريقتهم، يعني بستايلك مش بستايلهم. واصرينا عليها لدارين وقلنا لها طب هلا بدك تقنعينا انه انت ما تعرضت للمحاربات؟ بقول لك انت بتعيشي معهم بستايلك، يعني بتربيتك بارائك بوجهه نظرك، مهما كان اللي قدامك ضدك انت بتعامليه باسلوبك بطريقتك. تحديات كتير مش سهله، فيش ريد كاربت بنلاقيها، خصوصا ان انا ما عنديش اهل في الفن او عندي واسطه ولا حاجه، فمش كل حاجه بتيجي بسهل. يعني زي ما قلت لك ما فيش ريد كاربت سهله بالنسبه لي في كل عمل اشتغل فيه، في شركات، في بتدرس، في بتعمل، في بتعمل مجهود، في بتبقى عندك بعد كده أعمال أعمال أعمال، مخرجين بتعرفك، ووجودك بتثبت وجودك بأعمالك، بشغلك، بتركيزك، بحفظك، بمذاكرتك. يعني والوسط مش كبير قوي يعني عشان تبقي عارفة. وسألناها لدارين لأي درجة السوشيال ميديا لعبت دور كبير لانتشارها عربيا، إذ مثل ما بنشوف إنه هي عندها عدد متابعين كتير كبير، وكل ما تنزل صورة بتعمل زوبعة على الساحة. صدقيني لما اقول لك انا ما بركزش في الحاجات دي، انا انسانه طبيعيه قوي، يعني بعيش بطبيعتي اكتر ما تتخيلي. ليه؟ عشان احنا انا كممثله يعني مش صح تقريبا وجهه نظري انا، بس السوشيال ميديا وعايزه شغل كتير، عايزه واحد ابديتد كل شويه، لابس وكل شويه مش عارفه ايه، وكل شويه ميك اب وكله كله 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 كله. انا بالنسبه لي انا اكس كابن كرو، كنت 10 سنين كابن كرو زمان، فطريقه حياتي بعيشها كاني كنت كابن كرو زمان. المساجات، الاهتمام بنفسي اكتر، راحت بالي اكتر، ازهق عادي اكنسل اي حاجه وما اروحش عادي جدا، عندي دي بعملها كتير كمان أقول مش مشكلة، لأني تحسي إنه بحس إنه راحت بالي بالدنيا في أي حاجة، في أي مشاكل، في أي بكبر دماغي كتير يعني، وده كاركتر أنا بعيش بيه، فاللي يتقبلني زي ما أنا. وتابعنا بحديثنا مع دارين وسألناها شو رأيها بالنجمات يلي بيعمدوا لشراء المتابعين فقط من باب البرستيج لزيادة اللايكات والكومنتس. كل النجوم بتشتري على السوشيال ميديا، مش بيني وبين حالي، كل الناس بتعمل مجهود على السوشيال ميديا، وكل الناس كل الفنانين دلوقتي بيعملوا مجهود على السوشيال ميديا. دلوقتي اللي بقى ما بيشتريش ما عندوش فلوس وما عندوش سوشيال ميديا وما بيعملش ما مش موجود، ما حدش كصحفيين او كناس ما بيقربوش عليه عشان خاطر هو مش اكتف على السوشيال ميديا، فده بارت من شغلك لازم تكون موجود على السوشيال ميديا. ومن بعد ما سمعنا كلماتها لدارين حسينا قد هي هادية ومسالمة، وتأكيدا لكلامنا حبت دارين تخبرنا شو صار معها قبل حفل الميراكس. كنت بجهز نفسي للميراكس دار، وكانت معايا بوسي شلبي، كنت في الأوضة بتاعتها بتشمس وهي جاهزة وعاملة ميك اب وشعر، وحتى على ستوري نزلتها يعني.
مش مسالمه ومش برود ومش اعصاب، لا عادي، بس خلص هيجي الوقت بتاع الميك اب وهعمل ميك اب وكله بوقته. هيجي وقت الريد كاربت وهروح، هيجي وقت ما اعرفش ايه وخلاص. كل حاجه بيد ربنا، يعني ليه اوجع دماغي على حاجه تضمنش تحصل ولا ما تحصلش؟ وقت بس انه على تفكيري بتكلمي اكس كابن كرو 10 سنين، يعني كنا بنعمل رحله ما نعرفش نرجع ولا ما نرجعش. البرود ده بيجي من 10 سنين طيران اوتوماتيكلي. يعني اكتر من مره خبرتنا دارين عن عملها السابق، فاكيد قلنا لها طب ما زالك بتحبيه ليه تركتيه؟ خلاص انا شغلانه دي حبيتها وبموت فيها ولغايه دلوقتي بعشقها وبموت فيها، وشغلي ده انا كان من طموحاتي ومن احلامي ان انا اشتغل فيه. انا دلوقتي اشتغلت شغلانتين انا بعشقهم وبموت فيهم. وحبينا نستفزها شوي لدارين حداد وقلنا لها انه الجمال هو وقته، فانت كيف رح تحمي حالك من غدر الزمن؟ هل معقول نشوفك عم تعملي بزنس خاص لإلك؟ بس مش تبع شغلي تاني، يعني مش هرجع لشغلي القديم. لو انا مش هشتغل دلوقتي كممثله اكيد في بزنس تاني، في حاجه تانية عشان نعيش بيها قصدك، بس مش كشغلي القديم استحاله. يعني انا شغلي القديم خلاص مقتنعه ان انا سبته يعني وخرجت، بس مش هقدر ارجع له تاني. وبختم حديثنا مع لدارين حداد كانت المفاجاه شو خبرتنا عن حبها للشعب العراقي. انا بحب البلد دي جدا، بحب لهجتهم، بحب اللغه بتاعتهم، اتمنى اروح هناك اعمل زياره هناك. معقول تشارك اذا عرض اغاني؟ الاغاني سيف نبيل عراقي صح؟ بحب الاغاني بتاعتهم دايما بحطها في العربيه وبسمعها. النطق الاكسنت فظيعه بموت فيها. الاغاني العراقيه هي اللي بتوصلنا اكتر. يعني معقول تصير مثل النجمه عصاره تصير كنتهم؟ ما اعرفش، انا والله ما اعرف، اساليني سؤال. انا عم جرب شوف بركي هلا عندك فارس الاحلام. فارس الاحلام ريحي. ما فيش فارس احلام. ما بتفكري قريبا يعني بالارتباط؟ ما مركزه في شغلي. لو في حاجه اوكي، لو ما فيش هتشوفوا.